السودان في العهد الديمقراطي كانت فيه برنامج رعاية اجتماعية، التعليم والصحة كان بالمجان، ودعم كل المواد الاستهلاكية. قال لويد جورج هنالك أنبوب سري ما بين إيرادات البترول وجيوب السياسيين، وقد كان في السودان هذه الظاهرة. كما ترون في الشرق الأوسط عموما النظم المماثلة تخندقت عن طريق سياسة تمكين مماثلة لكي تستمر 30 سنة 40 سنة 33 سنة، إحلال بديل للحاكم. للأسف ثورات الربيع العربي اكتفت بالجزء الأول وتركت الجزء الثاني حصل فيه وما حصل في بلاد الربيع العربي، بإجراءات يتخذها من جانب واحد هي إطلاق سراح المعتقلين، كفالة الحريات العامة، وقف إطلاق النار، تسهيل مهمة الإغاثات الإنسانية. اللقاء الليلة دي لقاء هام بل شديد الأهمية، بنلتقي فيه مع عالم من أعلام السياسة والفكر العرب، الإمام الصادق المهدي. الإمام الصادق المهدي أحد أبرز المفكرين والسياسيين السودانيين والعرب في النصف الثاني من القرن العشرين. لا تقتصر أهمية الدور الذي لعبه على كونه تولى رئاسة الحكومة السودانية مرتين في الفترة من 67-69 والفترة من 86-89، بل لكونه إماما للأنصار ورئيسا لحزب الأمة، فضلا عن كونه حفيدا لقائد الثورة والدعوة المهدية في السودان. ولد الإمام الصادق المهدي بأم درمان وتلقى تعليمه الثانوي بالخرطوم، ثم ترك التعليم النظامي لأسباب تتعلق بالهوية العربية والإسلامية، إلا أنه سرعان ما تراجع عن ذلك القرار، ثم درس الاقتصاد والفلسفة والسياسة بكلية القديس يوحنا بأكسفورد، ثم الماجستير بعد ذلك بعامين. شغل العديد من المناصب القيادية، كما أن له العديد من الكتابات والأعمال الفكرية مثل مسألة جنوب السودان، جهاد من أجل الاستقلال، يسألونك عن المهدية، الديمقراطية عائدة وراجحة، تحديات التسعينيات، وغير ذلك من الكتب والمؤلفات. إذن فالحوار مع الإمام الصادق المهدي هو حوار واسع في قضايا متنوعة ومتعددة، منها ما هو خاص بالسودان، ومنها ما هو خاص بالمنطقة العربية ككل، ومنها ما هو خاص بالتيارات الإسلامية والدينية وموقفها الحضاري والسياسي. أعتقد أنه من الأفضل أنه الإمام الصادق المهدي يتحدث إلينا براحته، ثم إذا كان هناك بعض الأسئلة نعرضها عليه. تفضل. بسم الله الرحمن الرحيم. الأخ عصام فوزي، أخواني وأخواتي، أبنائي وبناتي، السلام عليكم ورحمة الله. أنا شاكر جدا لمركز دال للدراسات والبحوث ومنظمة مؤمنون بلا حدود
وأعتقد أن المسائل التي يطرقونها مهمة للغاية لنا جميعا. وقد طلب مني أن أتحدث عن الوضع الراهن في السودان ومستقبل السودان، وسأفعل إن شاء الله، وسأكون على استعداد أن أجيب على أي أسئلة أو تعليق ترونه بدون حدود، ما في قشة مرة زي ما بنقول نحن في السودان. إمام علم الاجتماع عبد الرحمن بن خلدون قال: كل ظاهرة في الوجود الطبيعي والاجتماعي تخضع لقوانين. وهذا تفسير لقوله تعالى: ربنا الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدى. عالم اليوم لا يمكن لأي دولة أن تعيش فيه دون مراعاة أن هناك مقاييس جديدة، منظومة حقوق الإنسان وكل المجالات، حقوق الأديان، حقوق الطفل، حقوق المرأة، وهكذا. هنالك الآن منظومة كاملة لا يمكن لبلد أن يعيش دون أن يراعي هذه المنظومة. وعندما أتحدث عن الشأن السوداني أتحدث عن الشأن السوداني في إطار هذه المنظومة التي تتطلب من كل الناس مراعاة مقاييسها. والمسألة الثانية التي سأضعها كمقياس أن التجربة الديمقراطية في السودان كانت فريدة، ليس كمثلها شيء في المنطقة كلها. كانت فيها ديمقراطية كاملة الدسم، حريات، الفصل بين السلطات، استقلال القضاء، هكذا كل مبادئ وأسس النظام الديمقراطي كانت متاحة وموجودة ومتوافرة بصورة غير موجودة في المنطقة كلها. ولذلك عندما نتحدث عن التجربة السودانية سنتحدث عن هذه الخلفية. وقد شهد بذلك بصورة كبيرة كثير من الكتاب المصريين مثل المرحومين أحمد بهاء الدين، مصطفى أمين، خالد محمد خالد، وكذلك الأمم المتحدة. لذلك سيكون الحديث عن التجربة السودانية الحالية بخلفية المقاييس التي وضعتها وتضعها المنظومة، منظومة حقوق الإنسان العالمية، والخلفية الديمقراطية للسودان، باعتبار أن هذه المقاييس تبين مدى الانحراف عن هذه المعاني التي ظهرت في التجربة السودانية الحالية. ولكن بصرف النظر عن التجربة السودانية، في عالم اليوم لا يستقر نظام أصلا ما لم تتوافر فيه على الأقل 4 شروط: أن يحظى بقبول شعبي، شرط أول، أن يوفر للشعب ضرورات الحياة، أن يوفر للبلاد الأمن، أن تكون لديه قابلية أو قبول دولي. ما لم تتوافر لأي شعب، لأي بلاد هذه الشروط 4، يمكن أن تستمر السلطة بالقهر، ولكن لا استقرار ولا مستقبل ما لم تتوافر على الأقل هذه الشروط 4. وإذا تخلفت هذه الشروط 4 يمكن أن يستمر بالقمع، ولكن تصنف الدولة بأنها دولة فاشلة. وصحيح يمكن لدول فاشلة كثيرة، الآن في دول فاشلة كثيرة باقية، لكنها في حقيقة الأمر غير مستقرة، وفي نهاية المطاف غير مستمرة. تقاس الدولة الفاشلة
بالمقاييس الآتية: جبهات قتال متعددة في ربوعها، عدد النازحين واللاجئين من شعبها فرارا من الحالة الأمنية، العجز عن توفير ضرورات المعيشة اعتمادا على معونات أجنبية، شيوع الفساد. قضية الفساد الآن صارت قضية مهمة للغاية وتعتبر مقياس، وفي بلدان كثيرة كما هو معلوم في مقياس أمنستي اسمه ترانسبيرنسي أو الشفافية، مقياس الشفافية يبين سنويا جدول التزام الدول المختلفة بمقاييس معينة للانضباط والفساد. كذلك قضية القبول الدولي، لأن العالم الآن قرر قرارات تتعدى السيادة الوطنية. مسألة responsibility to protect، المسؤولية لحماية، حماية المدنيين من بطش حتى حكوماتهم. فلا يمكن لقبول دولي أن يستمر أو يوجد إذا كان هناك خطر يتعرض له المواطنون. بالنسبة للوضع الحالي في السودان، أول حاجة، أول ظاهرة مهمة هي عدم الوفاء بمطالب منظومة حقوق الإنسان الدولية، حقوق الإنسان الدولية التي تعرفها الميثاق الدولي إلى آخر هذه العهود. النقطة الثانية التناقض بين ما عرفه السودانيون من ممارسة ديمقراطية والتجربة الحالية. النقطة الثالثة عدم توافر شروط الدولة المجدية، لأن تشخيص الحالة مهم لفهم المستقبل. السودان فيه تنوع ديني بين إسلام ومسيحية وأديان أفريقية، تنوع مذهبي داخل الجسم الإسلامي من صوفية وأنصار وسلفية وأخوان مسلمين، وفيه تنوع إثني بين عرب وزنوج وبجة ونوبة ونوباويين، وفيه تنوع فكري إسلاميون وعلمانيون وقوميون وأفريقانيون واشتراكيون، تنوع فكري. هذا التنوع يتطلب حكمة في إدارته، ولكن إذا غابت الحكمة في إدارته ونشأ حكم قهري يحاول أن يطبق أجندة ذات هوية واحدة، هذا يطلق عوامل طاردة من المركز، سنتريبيتال، طاردة من المركز. وهذا ما حدث في السودان بموجب انقلاب 30 يونيو الذي فرض على البلاد أجندة ذات مرجعية إسلامية أخوانية وقومية عربية، واعتبر النظام أن مخالفة هذا النهج إما بغي أو كفر. سياسات النظام أفرزت الحقائق الآتية: كانت في السودان أصلا حرب أهلية بين البلاد الحكومة المركزية والجنوب، وكنا على وشك الاتفاق على اتفاقية سلام ليس فيها تقرير مصير وليس فيها تدخل أجنبي، وكنا بصدد أن نعقد مؤتمر قومي في 18 سبتمبر 1989 لإبرام اتفاقية فيها يحدد نصيب الجنوب في السلطة وفي الثروة وكفالة عدم تطبيق أحكام إسلامية عليهم
واحترام التنوع الثقافي. ولكن عندما حل الانقلاب حول الحرب الأهلية التي كانت حرب أهلية للضبط والربط والنظام إلى حرب جهادية، وصنف هؤلاء الذين اعترضوا كفارا، وصار الموضوع كله ذو نكهة دينية. هذه الخطوة أعطت الحركة الجنوبية منذ اليوم الأول سندا كبيرا دوليا، كنسيا عالميا ودوليا. وحتى قال لي أنا الدكتور جون غرن قائد المقاومة الجنوبية، لولا يساء فهمي أود أن أقيم تمثال في جوبا أو تماثيل في جوبا لقيادة هذه الحركة، لأنه بموجب هذه الحركة أمكن لنا أن نحظى بتأييد كنسي ودولي غير مسبوق منقطع النظير. النظام بعد أن هرج بالجهاد ومحاولة حسم القضية بالقوة يعني حول السودان شباب وأطفال وأبناء وبنات إلى سودان عسكري لحملة هذا الجهاد وفشلت، تراجع عنها وأبرم اتفاقية 2005. اتفاقية 2005 التي بموجبها تراجع النظام كانت في ظاهرها اتفاقية سلام، ولكن في حقيقتها كانت خريطة طريق للانفصال، كانت خريطة طريق للانفصال. يمكن في المناقشات أوضح كيف كانت هذه الاتفاقية خريطة الطريق للانفصال الذي تم عام 2011. دارفور إقليم من أقاليم السودان الغربية المهمة، ولأسباب تاريخية كان هناك مشاكل في إقليم دارفور، ونصيب تنموي ناقص، نصيب خدمي ناقص، نزاعات قبلية، نهب مسلح. ولكن عندما وقع الانقلاب في 30 يونيو 89، لم تكن هناك بندقية واحدة موجهة ضد الحكومة المركزية، لكن بدا لكثير من أهل دارفور أن النظام يحابي المكون العربي في دارفور. هذا الشعور أدى إلى قيام حركتين باسم تحرير السودان والعدل والمساواة. ومنذ عام 2002 اشتعل الموقف في دارفور، جبهات جديدة لحرب أهلية. في وجه هذا التحدي لجأ النظام لخطة، خطة فرق تسد، استغلال المكون العربي في دارفور ضد المكون الأفريقاني في دارفور، على أساس كما قلت فكرة فرق تسد. كانت الأسرة الدولية في ذلك الوقت مهتمة باتفاق السلام الجنوبي مع الجنوب، ولذلك قالوا للقيادة النظام في السودان، ما معناه؟ أحسموا قضية دارفور هذه، أسرعوا، ونحن سنعتبرها قضية داخلية. هذا الضوء الأخضر أعطى النظام غير المسؤول فكرة أنه يستطيع أن يستغل التناقض الإثني،
أفريقاني عربي ويطبق سياسة الأرض المحروقة، وقد كان. هذا الخط أدى إلى نتائج وخيمة للغاية، قتلى بعشرات الآلاف، نزوح بمئات الآلاف، لجوء للخارج بأعداد كبيرة، تجاوزات، جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية. هذا أدى في عام 2004 إلى إرسال بعثة دولية للتحقيق في هذه التجاوزات. رفعت البعثة تقرير لمجلس الأمن، مجلس الأمن بموجب ذلك اتخذ قرار 1593 الذي بموجبه حول هذه التجاوزات للمحكمة الجنائية الدولية. الحروب في دارفور حركت مبادرات دولية لحلها في مفاوضات في أبوجا عام 2006 وفي الدوحة 2011، ولكن كانت الاتفاقات المعنية جزئية، واستمرت المواجهة حتى يومنا هذا 12 سنة. في أبريل 2006 مر بي المفاوض الحكومي، وقد كنا في خلاف كبير، ولكن طلب مني نصيحة لأنه كان ذاهبا إلى أبوجا للمفاوضات مع الحركات الدارفورية، فأعطيته نصيحة ولكن لم يأخذ بها، ولو أخذ بها حسب ما علمت من المفاوضين لكانت الاتفاقية أبرمت وانتهت الحرب في مايو 2006. ممكن نتكلم عن تفاصيل هذا الموضوع إذا لزم. ده يفسر استمرار الحرب في دارفور منذ 2004-2003 إلى يومنا هذا. حصلت اتفاقات جزئية ولكن الحرب مستمرة حتى يومنا هذا. اتفاقية السلام 2005 مع الحركة الجنوبية سميت اتفاقية السلام الشامل، ولكن كانت تسمية في غير حقيقتها، لأنه في ذلك الوقت كانت حرب دارفور مشتعلة، وقرروا هناك ثلاثة بروتوكولات، ثلاثة موضوعات: أبيي جنوب كردفان، جنوب النيل الأزرق، تعلق لتناقش في المستقبل، ولم تناقش في المستوى الذي يعالج المشكلة. ولذلك صارت هناك بعد انفصال الجنوب ثلاث جبهات قتال، اقتتال: أبيي جنوب كردفان، جنوب النيل الأزرق. كان متوقعا أن تعالج هذه القضايا ضمن اتفاقية السلام في الفترة ما بين 2005 و2011 عندما انفصل الجنوب، ولكن لم يحدث ذلك. وعندما تم استفتاء الجنوب قرر الجنوب الانفصال، ولكنها أهملت، وافترض النظام بعد انفصال الجنوب أن هذه المناطق ستكون تلقائيا تابعة للشمال، وهذا ما لم يكن رأي أصحاب المصلحة في الموضوع. الخلاف حول هذه المسألة مع وجود قوات مسلحة تابعة للجيش الشعبي في المنطقتين، فرقتين، فرقة التاسعة والفرقة العاشرة، أدى لاندلاع حرب جديدة. حدثت محاولة لحسمها بموجب اتفاق إطاري أبرمه سيدان مالك ونافع في يوليو 2011، ولكن قيادة النظام مزقتها، مع أن السيد نافع يمثل النظام، ولكن القيادة مزقت الاتفاق هذا، والنتيجة حرب أهلية مستمرة خمسة أعوام من 2011
إلى يومنا هذا. أصدر مجلس الأمن الدولي القرار 2046 لإجراء تفاوض بشأن حرب هاتين المنطقتين، وقرار مجلس الأمن اعتبر الاتفاق الإطاري الممزق مرجعا، ولكن النظام مع قبول القرار لم يستجب لهذا الأمر. وفي نوفمبر 2012 اتفقت حركات دارفور المسلحة والحركة الشعبية القائدة لمنطقتي جنوب كردفان وجنوب النيل الأزرق على تكوين الجبهة السودانية الثورية بهدف الإطاحة بالنظام بالقوة وإجراء تقرير مصير للمنطقتين هاتين ولدارفور. النتيجة أن النظام صار يواجه ست جبهات اقتتال، ثلاثة في دارفور وجنوب كردفان وجنوب النيل الأزرق وأبيي. ولحماية المدنيين في دارفور أوفدت الأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي بعثة اليوناميد من 30,000 جندي لحماية أهل دارفور من بطش حكومتهم وقوات إثيوبية لحفظ الأمن في منطقة أبيي، قوامها 4,000 جندي إثيوبي. فكانت هذه كلها إخفاقات في إدارة التنوع. اعترف قادة التنوع الانقلاب بأنهم أقدموا عليه دون تحضير مدروس لمواجهة المشاكل، ورفعوا شعار الإسلام هو الحل وتطبيق الشريعة، وهذه مسائل برنامج من أجندة واحدة لا صلة لها بواقع المشاكل الموجودة. هذا التخبط كان واضحا في معالجة الملف الاقتصادي، في الملف الأمني والملف السياسي والآن الملف الاقتصادي. أهمل النظام الإنتاج الزراعي والصناعي ما هبط بمستوياته دون ما كان في ظل النظام الديمقراطي، وقد وثق الخبير الاقتصادي السوداني كبج بالأرقام ما حدث في هذا المجال من إخفاق. مثلا انهارت مشروعات الزراعة المروية، وعطل 75% من النشاط الصناعي. لذلك واجه السودان في العشر سنوات الأولى من الانقلاب أسوأ حالة اقتصادية، ألجأت كثيرا من المواطنين للجوء إلى الخارج. سودانيون كثيرون صوتوا بأرجلهم خارج الوطن. السودانيون الآن يبلغ عدد اللاجئين لأسباب سياسية واقتصادية 13 مليون. 13 مليون فروا من السودان، 90% منهم فروا من البلاد في عهد هذا النظام. وتخبط النظام في السياسة الاقتصادية، إذ بدأ بخطة أوتاركية، بمعنى أننا نأكل مما نزرع ونلبس مما نصنع، وأي كلام من هذا النوع، أننا سنستطيع أن نكتفي بإمكاناتنا الاقتصادية وحدنا. وهذه الخطة كان هدفها وصاية على الاقتصاد الوطني، لدرجة فرضوا تجميد لحسابات الأفراد في البنوك، لا يصرف لهم إلا بالقطارة باعتبار هذه الوصاية، وحرص شديد على ضبط العملة الصعبة الدولار، لدرجة أعدموا 3 مواطنين إعدام فقط لأنهم كانوا يملكون أموال بالعملة الصعبة. هم مجدي محجوب وجرجس بطرس وأركانجلو أجادو. ثم تراجع النظام مع هذه البداية المتشددة، تراجع النظام بصورة مفاجئة من هذه السياسة، وامتثل تماما لسياسات النقد الدولي، سياسات صندوق النقد الدولي، من تشدد شديد جدا في قبضة للوصاية على الاقتصاد،
إلى الامتثال لسياسات صندوق النقد الدولي، وبذلك صفوا برنامج الرعاية الاجتماعية في السودان. السودان في العهد الديمقراطي كانت فيه برنامج رعاية اجتماعية، التعليم والصحة كان بالمجان، ودعم لكل المواد الاستهلاكية، هذه كلها صفيت، والنتيجة نتيجة محو برنامج الرعاية الاجتماعية دون أي شبكات أمان، لأن الناس اللي بيعملوا كده بيعملوا شبكات أمان للتكوينات الفقيرة ودون تدرج، ما أدى لزيادة نسبة الفقر في البلاد حتى بلغت بشهادة النظام نفسه 46%، وفي الواقع أكثر من 80%، وتدهور سعر الصرف للدولار. كان سعر الصرف للدولار لما قام الانقلاب كان حوالي 12 جنيه للدولار، وقال ممثل الانقلاب لو تأخرنا لصار السعر 20، ولكن بفضل سياساتهم العجيبة هذه تضاعف سعر الدولار بالجنيه السوداني 840 مرة، 840 مرة، تضاعف 840 مرة. البترول، السودان فيه بترول، اكتشفته شركة شيفرون الأمريكية في نهاية السبعينيات من القرن العشرين، وبعد أن صرفت شركة مليار دولار أوقفت عملها فلم تنتجه لسببين، اكتشفت ولم تنتج لسببين. الأول كان سعر البرميل غير مجزي، 10 دولارات للبرميل، وكان هناك سبب اضطراب أمني، ولذلك أوقفت شركة شيفرون عملية استغلال البترول. وفي العهد الديمقراطي في عهدنا أنذرنا شيفرون أن تستأنف العمل أو ترفع يدها من العمل. شيفرون قررت رفع يدها والاستفادة من ضمانات الاستثمار. في أمريكا عندهم نظام ضمان استثمار، إذا جهة استثمرت وخسرت تعوض عن طريق ما يعطونهم من امتيازات في الضرائب. ولذلك الذي حدث هو أنهم رفعوا يدهم. النظام الانقلابي عندما جاء وكان سعر الدولار، سعر البرميل ارتفع من 10 ل 28 دولار للبرميل، استطاع بالاتفاق مع شركات أن يستغل هذا البترول، وقد كان ارتفع سعر البرميل بعد ذلك كمان إلى 100، فصارت عملية إنتاج البترول مجزية للغاية. هذه التطورات أدخلت للخزينة السودانية في تقدير، لأن هذه الحسابات لسه ما مبينة تماما، في التقدير ما بين عام 2000 وعام 2011 حوالي 80 مليار دولار. هذه النعمة تحولت إلى نقمة للأسباب الآتية: انفجار في الصرف العام كبير، إذ تضاعف الصرف الأمني 10 مرات، وارتفع الصرف الإداري بصورة فلكية 18,000%، وارتفع الصرف السياسي والصرف البزخي، فتكاثرت الأبراج تشبها بالخليج 20 برج ناطحة سماء جديدا، وهكذا. وفيما وكذلك تكاثر الفساد، المصالح الحكومية كونت لنفسها شركات، 1500 شركة تابعة لمصالح حكومية،
واختلاسات بشهادة المراجعة العام بلغت مليارات كل عام. قال المرحوم دا السيد الزبير كان النائب الأول لرئيس الجمهورية، قال نحن أبناء فقراء وأسرنا فقيرة، إذا رأيتمونا اتخذنا العمارات والسيارات أكتبوا علينا فاسدين. وقد كان اتخذوا العمارات والسيارات وكتب عليهم فاسدين، لأنه هو قال وفعلا دماء محتاجة لحسابات ولا محتاجة مرئية بالعين هذه الأملاك التي حدثت. نعم صار مسؤولون وأسرهم يملكون إقطاعا ماليا هائلا. يتحدث النظام عن الفساد، ولكن قضايا الفساد عندما تثار في الصحافة السودانية الأقطان وفي الأراضي تحفظ وتمنع الصحافة من ذكرها. الفساد في البلاد ظاهر في قصور وأبراج وأملاك الحكام وذويهم، ما جعل السودان يصنف باستمرار في أكثر 5 بلدان فسادا في العالم. التصنيف ده من هيئة الشفافية العالمية. هذه التقارير هي من جدول الشفافية العالمية الذي ينشر سنويا. الطبقة الحاكمة في السودان أصدق مثل لما قاله لويد جورج. لويد جورج ده كان رئيس وزراء بريطانيا، قال لويد جورج هنالك أنبوب سري ما بين إيرادات البترول وجيوب السياسيين. وقد كان في السودان هذه الظاهرة. أسوأ ما لحق السودان من نقمة في موضوع البترول أمران. الأول هنالك هيئة تسمى Extractive Industries Index، تدرس ماذا تفعل البلدان بأموالها الناتجة من إيرادات موارد طبيعية، ذهب بترول إلى آخره، لأن هذه الإيرادات ذات طابع خاص. أولا لأنها متفانية متناقصة ناضبة، وثانيا لأن هذا المال يمكن أن يؤدي إلى تصرفات خاطئة بالمرة، وقد حدث في السودان. هذا الجدول يبين يعني كان كل بلد من البلدان اللي عندها هذه الإيرادات تضع خطة للاستفادة منها في التنمية في الخدمات إلى آخره، لأن الحكومات الواعية تصرف هذا الإنتاج أو هذا الدخل بصورة تراعي المصلحة التنموية، تراعي مصلحة البنية التحتية، تراعي مصلحة الأجيال القادمة إلى آخره. كانت طريقة صرف أموال البترول في السودان أشبه ما تكون بتصرفات الوارث الطايش، معروفين كلنا احنا عندنا الوارث الطايش بيجيوا الورثة وبيبددها بسرعة جديدة جدا. ومن الطيش عدم الاهتمام بالاستثمار في مجالات الانتاج المتجدد، فروض لما تجي هذه الأموال تصرف في الزراعة والصناعة لأن دي الاستثمارات المتجددة، ما أدى إلى ملاحظة قوية جدا لبعض الشعراء السودانيين. شاعر اسمه تاج السير حسن، أتانا النفط ولكن نحن ذهبنا نفتش عنه هناك، وهن البأس نضب الكأس صدئ الفأس، القرية أضحت مهجورة والنخلة تسأل أين الناس. والنخلة يعني معناها إهمال هذا الجانب. والأمر الثاني هو أن بترول الجنوب صار يمثل 75% من إيرادات الميزانية الخارجية وحوالي 40% من إيرادات الميزانية الداخلية. وكان استفتاء الجنوب بتقرير المصير في 2011، والمتوقع أن يختار الجنوب الانفصال، ولكن النظام تجنب الاحتياط لذلك حتى وقع الفاس على الرأس
كالصاعقة دون استعداد لهذا الانفصال وما صحبه من فقدان هذه الموارد. ومنذ إذن زاد الخلل المالي والاقتصادي في السودان، وما اتخذ من إجراءات كالبرنامج الثلاثي من 2012 إلى 2014 فشلا ذريعا. واتبع النظام سياسة استبدادية مثل ما هو الحال في النظم الشرق أوسطية. طبعا النظم الشرق أوسطية معروفة أنها يعني بتحكم بطريقة استبدادية، وأوغل في سياسة التمكين ادعاء بأنه هذا تنفيذ للنص القرآني الذين يمكناهم في الأرض، تمكين به اخترقوا مؤسسات الدولة الحديثة النظامية والمدنية والنقابية والاقتصادية، وطردوا من الخدمة عناصر الكفاءة لصالح عناصر الولاء بصورة منهجية، شردت أفضل الكوادر النظامية جيش والبوليس إلى آخره والمدنية وفي الخدمة المدنية وفي القضاء، فصار السودان مصدرا لهذا السبب مصدرا نادرا أو مصدرا نادرا للكفاءات النادرة للعالم كله. كل هؤلاء خرجوا من السودان وصار جزء كبير جدا منهم صادرات سودانية أو مصادرين سودانيين أو صادرات سودانية للعالم كله. إجراءات هبطت بمستوى هذه الأجهزة، وكان مستوى هذه الأجهزة عاليا في كل هذه المجالات، القوات النظامية والقوات المدنية. وفي عهد غطرسة النظام في الفترة الأولى كان النظام يقول نحن جئنا بالقوة ومن أراد المنازلة فعليه بالقوة، يقولوا كده. هذا ما أدى، هذا المنطق بث ثقافة العنف في البلاد، ما جعل فصائل المقاومة للنظام تحصل على السلاح من مصادر كثيرة، ولجأ النظام لمواجهتها لتسليح ميليشيات قبلية بصورة نشرت السلاح بصورة غير مسبوقة في السودان، ودرج النظام ألا يفاوض إلا المسلحين ويعطيهم المناصب. حتى قيل في السودان اللي بيعرف الإنسان جغرافية الخرطوم، في طريق اسمه طريق الحرية، ده بيؤدي إلى منطقة اسمها السجانة، فطريق الحرية بيؤدي للسجانة يعني الحرية. وفي طريق آخر طريق الغابة بيؤدي إلى القصر، فبيجي الناس يقولوا طريق الغابة يؤدي للقصر، الغابة يعني التمرد. فدي صارت يعني إحدى الملاحظات في السودان. والعنف الآن لم يعد في إطار المواجهة بين الحكومة المركزية والأحزاب المسلحة فقط، العنف صار ثقافة في البلاد، بل انتشار أفتك الأسلحة بتشجيع من أشخاص في السلطة. توجد الآن 14 مواجهة قتالية بين قبائل تقتتل على أساس هذه، ومئات الأشخاص يموتون وعشرات الأشخاص ينزحون. وانتقلت المسألة دي أيضا داخل الجامعات بصورة كبيرة جدا، داخل الجامعات طلاب المؤتمر الوطني بدعم من جهاز الأمن حولوا الجامعات إلى ميادين عنف طلابي. تركز في المرحلة دي على الطلاب المعارضين عامة وخاصة طلاب دارفور. قتل 4 منهم في جامعة الجزيرة عام 2012، ومحمد سليمان خطف وجدت جثته قتيلا، وعلي أبو بكر قتل في مواجهة مع الشرطة وفي مواجهة بين الطلاب من دارفور ومن المؤتمر الوطني. قتل أحد هؤلاء محمد عوض، فاشتعل الأمن. محمد عوض ده من طلبة المؤتمر الوطني الحزب الحاكم، فاشتعل الأمن وطلاب المؤتمر الوطني قاموا بحملة عنصرية ضد طلاب دارفور بصورة غير مسبوقة. الآن ده بدأ يفسر بعض السياسيين الدارفوريين يتكلموا عن تقرير المصير كتعبير عن المرارة التي حدثت في هذا الإطار.
الصدق من أهم دلائل الإيمان، معروف. لذلك قال الرسول صلى الله عليه وسلم: من غشنا فليس منا. النظام السوداني اعتمد الغش كاستراتيجية، كاستراتيجية. أول حاجة رئيس الحركة الإسلامية ورئيس الإنقلاب اتفقوا على أن أحدهم يذهب إلى القصر رئيسا والآخر يذهب إلى السجن حبيسا للتمويه من أصل العلاقة ما بين الإنقلاب والحركة الإسلاموية. هذا الموضوع صار ديدا، بقت عادة. النظام يؤشر شمال ويلف يمين، يؤشر شمال ويلف يمين، بقت عادة. ذلك لإخفاء العلاقة الإنقلاب بالحزب الأخواني. وبعد التمكين صار النظام يتباهى بإخوانيته. في الأول أخفى الحقيقة، بعدين بعد ما شعر بأنه حصل التمكين أعلن إخوانيته. ودلائل كثيرة على هذا. الشيخ يوسف القرضاوي سئل سؤال: يا شيخ يوسف، هل يجوز لنا أن نعمل انقلاب عشان نطبق الشريعة؟ قال: إذا كان الانقلاب مثل السوداني. وهل يجوز أن نقوم بانقلاب لتطبيق الشريعة؟ أيوة، إذا كان مثل السوداني. يعني بقى في الوقت ذاك مسلم. قال: نعم، إذا كان الانقلاب بالسودان. وتوسعوا في دعوة التنظيمات الإخوانية في العالم للمؤتمر الشعبي الإسلامي القومي، واندفع النظام يطبق أجندة الجبهة الإسلامية القومية. وفي عهد النظام الجديد كافة قيادات الجبهة دي كلها الإسلامية ذات المرجعية الإخوانية صاروا محتلين للمسؤوليات، ودعم النظام بكل الوسائل المنظمات الإخوانية في العالم كله، مثل فجر ليبيا مثلا في طرابلس. أي محاولة الإنكار، أي محاولة لإنكار حقيقة العلاقة بين الحركة الإخوانية ونظام الحكم في السودان لا ينطلي على عاقل. في أغسطس 2014 دعانا وزير خارجية دولة الإمارات وأعلن لنا نحن حزب الأمة يعني تأييده لموقف الشعب السوداني الذي نمثله. النظام اضطرب شديدا، وتحرك النظام بسرعة ليقطع هذه العلاقة، وأعلن رئيسه في أبي ظبي التي تعتبر الأخوان تنظيما إرهابيا أن التنظيم الدولي للإخوان، ده رئيس الإنقلاب، أن التنظيم الدولي للإخوان هو سبب إرهاب وزعزعة أمن الدول العربية. قفزة من حال إلى حال. وعندما أعلنت أحكام الإعدام لقيادات الإخوان في مصر، قال النظام هذه مسألة داخلية، وده طبعا فيه مشكلة كبيرة مع التكوين المعروف. هو جزء من خطة درجوا عليها، هل هي فكرة أشر يمين ولف شمال أو أشر شمال ولف يمين؟ ولكن على أي حال واضح تماما أنه هنا ظاهرة التناقض. ومن نتائج هذا النهج لم يعد للنظام صدقية، لذلك صار من يتعاملون معه يتطلعون لدور دولي. أصل جاب دور دولي للمصالحات في السودان هو أن الأطراف المعنية لم تعد تثق في كلمة النظام. ونتيجة لهذه الحقيقة كل مفاوضات أو اتفاقيات مع النظام تمت في أرض أجنبية وبرعاية أجنبية. وفي 26 عاما تراكمت ضد النظام السوداني في 26 عام دي تراكمت ضد النظام السوداني 62 قرار مجلس أمن بموجب الفصل السابع، مع أن السودان منذ استقلاله لم يصدر من مجلس الأمن حوله قرار إلا القرار 1212 الذي بموجبه
قرر مجلس الأمن ضم السودان عضوا في الأمم المتحدة، وأخطرها القرار 1593 الذي أحال قيادة النظام للمحكمة الجنائية الدولية في عام 2009. النظام أهمل هذا القرار باعتبار أنه ليس عضوا، أن النظام ليس عضوا في نظام روما أي في المحكمة الجنائية. النظام وقع على نظام روما، وقع على نظام روما ولكنه لم يصادق عليه، ولكن النظام عضو في الأمم المتحدة، والإحالة هي من الأمم المتحدة من مجلس الأمن الذي يمكنه أن يحيل الأمر لأي جهة كما في المحاكم الخاصة في جرائم يوغوسلافيا. إغفال النظام السوداني للمحكمة الجنائية الدولية معناه تحدي للقانون الدولي الجنائي ولمجلس الأمن، لذلك سيعاقب السودان على كل ذلك حتى دون محاكمة. رأس الدولة السودانية لا يعامل كذلك في أي بلد فيه قضاء مستقل، وإلا فتح ضده بلاغ واعتقل. الوفود الدولية التي تزور السودان لا تقابله، لا تقابل رأس الدولة باعتباره مطلوب العدالة الجنائية. السودان يحتاج لحوار دولي لكي يطالب بإعفاء دينه الخارجي وقدره 48 مليار دولار، وذلك ضمن برنامج الدول عالية المديونية الفقيرة. ولكن هذا الحوار غير وارد مع رئاسة دولة مطلوبة العدالة الجنائية. يعاقب السودان بهذا. السودان يعاني من عقوبات اقتصادية تكلفه 745 مليون دولار سنويا، ولا حوار معه لتحقيق رفع العقوبات. السودان يستحق دعما تنمويا قدره 350 مليون دولار بموجب اتفاقية كوتينو، وهو مبلغ مجمد 15 عاما، ولا مجال لصرفه ما دام موقف السودان هكذا من المحكمة الجنائية. إن قرارات مجلس الأمن بموجب الفصل السابع عزلت النظام السوداني في جهات دولية مؤثرة. إذا صحت هذه البيانات كلها، فكيف استطاع النظام أن يستمر 26 عام؟ ده سؤال مشروع. سياسة التمكين كما هو حال النظم المماثلة، كما ترون في الشرق الأوسط عموما النظم المماثلة تخندقت عن طريق سياسة تمكين مماثلة لكي تستمر 30 سنة، 40 سنة، 33 سنة إلى آخره، لأن أجهزة الدولة حولت الحزب الحاكم، حول أجهزة الدولة لفروع للحزب الحاكم في كل هذه البلدان. هذا الإجراء مكن الحزب من البقاء ولكن على حساب المصلحة الوطنية، ده السبب الأول في الاستمرار، لأن هذا الإجراء هو الذي مكن نظما تستمر 30 سنة 33 سنة و 40 سنة، وعندما تنهار تترك الجسم السياسي والنظامي والمدني أشلاء. دي المشكلة اللي بنعانيها دلوقت في كثير من المناطق نتيجة لحركات الربيع، لأنه حركات الربيع جات ووجدت بعد إزالة القبضة أشلاء، نظام السياسي، التجربة السياسية، الأحزاب السياسية، النقابات إلى آخره، وجعل النظام حصل النظام في السودان، ده السبب الثاني، على مباركة دولية لإنهاء الحرب الأهلية، وقد كانوا يعتقدون إن مشكلة الجنوب هي في طغيان الشمال، لذلك أغفلوا قضايا الحوكمة والاقتصاد في السودان لصالح دفعه لتأييد وتنفيذ اتفاقية السلام 2005، وهي اتفاقية معيبة وحققت عكس مقاصدها. هم الآن صاروا يدركون قصر نظرهم، ولكن النظام السوداني استفاد من مباركتهم يومئذ. السبب الثالث، النظام السوداني اعتبر الاهتمام والإنفاق الأمني لبقائه هو أولوية أولى وثانية وثالثة ورابعة وخامسة وسادسة وسابعة وثامنة وتاسعة وعاشرة، بعد ذلك تأتي المسائل الثانية. مع ذلك، مع كل هذا، أكبر حزب سياسي سوداني حزب الأمة تصدى له للنظام،
وعبأ الشعب ضده ولم يقدر على تطويعه. أكثرية الأحزاب السياسية السودانية الأخرى تقف ضده باسم الإجماع الوطني وقوى الغد وغيره من التنظيمات. تنظيمات شبابية كثيرة تعارضه بأسماء مختلفة: شرارة، جريفنا، تمرد، تغيير الآن، بنقدر. حركة المقاومة الكبرى الحركة الشعبية انتزعت منه حقوقا كبيرة بموجب اتفاقية 2005. القوى المسلحة المنضوية تحت لواء الجبهة السودانية الثورية تقف ضد النظام. الحزب الحاكم نفسه نتيجة لهذه الضغوط المختلفة صار يتفكك يتصدع، حتى خرجت من داخله 10 تنظيمات معارضة له، وأغلبية المفكرين من أعضائه صاروا الآن من المعارضين. القوات المسلحة التي اخترقها النظام لم تعد كما كانت، فبموجب محاولة مثلا ود إبراهيم وجماعته في عام 2012. هذه العوامل السبعة دليل تراكم ضد النظام سوف يبلغ هذا التراكم درجة حرجة، مثل ما حدث في دول الربيع العربي وفي السودان حدث مرتين، تراكم إلى أن يحدث الانتفاضة. هذا معناه أن هذا التراكم يمكن أن يبلغ درجة الإضراب العام والانتفاضة ضده بصورة معينة. وواضح من تصميم القوى المعارضة أنها تجتمع حول هدف واحد، تتجه للاتجاه اتفاق حول هدف واحد، بعد أن نجحت في حملة إرحل التي قاطعت انتخابات 2015 وبنجاح. موقف الأسرة الدولية الآن مؤيد ليكون الحل في السودان سياسيا وجامعا، لأنه زمان كان يؤيد حلول جزئية وثنائية. ماذا تفعل القوات المسلحة السودانية؟ لا أعتقد أنها سوف تطلق النار على الشعب السوداني إذا حدد موقفا جامعا. ماذا تفعل قوات الميليشيات القبلية؟ هم كذلك يرجى أن يمسكوا عن سفك الدماء، ولكن هذين الأمرين سيكونان صندوقا مغلقا، لا نعرف ماذا سيكون تصرف هؤلاء. هناك احتمال آخر في مستقبل السودان، للنقطة الأخيرة اللي عايز أقولها، هناك احتمال آخر لمستقبل السودان. في يونيو 2013 طرح حزب الأمة فكرة حوار جامع على نمط كوديسا. كوديسا ده Conference for Democracy of Democracy for South Africa، ده ما حدث سنة 1992 في القرن الماضي في جنوب أفريقيا. فنحن طرحنا في عام 2013 فكرة حوار جامع على نمط كوديسا جنوب أفريقيا، وهو الذي ذكرته الفكرة ذاتها السيدة ميشيل باسيلي زارة القاهرة. ميشيل باسيلي دي كانت رئيسة تشيلي وجاءت القاهرة هنا وعملت محاضرة عن حاجة زي وسيلة الكوديسة بتاع جنوب أفريقيا هنا، على أساس أنها وسيلة من وسائل التعامل ما بين الحكام والشعوب، وعلى أساس أنه ده ممكن يدي خريطة طريق بديلة للمواجهات. وفي أغسطس 2013 زارني السيد رئيس الجمهورية وتساءل ماذا تريدون. قلت له أن يكون أمر الحكم والسلام والدستور أمرا جامعا لكل القوى السياسية في تداول لا يعزل أحد ولا يهيمن عليه أحد. وافقني على ذلك الطلب وأعلن معي أمام أجهزة الإعلام تأييده لهذا الكلام. وفي يناير 2014 أعلن هو في يناير 2014 مبادرة الوثبة يدعو الجميع للحوار الوطني. تجاوب معها مع هذه المبادرة مجموعات كبيرة من الأحزاب السودانية، واتفق أن يجري حوار يضم 7 من المعارضة و7 وأحزابه و7 من الحكومة وأحزابه. هذا الحوار أجهضه أمران، مبادرة أجهضت لسببين: الأول إصرار المؤتمر الوطني أن يرأس آلية الحوار. ما ممكن يرأس آلية الحوار لأنه
التجربة كانت في جنوب أفريقيا أن يرأس محايد كان قاضي. السبب الثاني عندما انتقدت أنا أداء قوات الدعم السريع في تجاوزات حقوق الإنسان لفقت لي تهمة باطلة بموجب المادة 50 من القانون الجنائي والمادة 62 لاعتقالي، وقد كان ما دل على عدم كفالة حرية المتحاورين لكن ما قدروش يتكلموا. وفي أغسطس 2014 اجتمع حزب الأمة مع الجبهة الثورية في باريس، واتفق أن نعمل لتحقيق أهدافنا في السلام العادل والشامل والنظام الجديد بوسائل سياسية لا بالعنف، واتفق ألا ننادي بتقرير المصير بل بسودان عريض وعادل. هذا هو مضمون إعلام باريس في أغسطس 2014. النظام لم يقبل إعلام باريس لأنه جرد النظام في رأيي من زمام المبادرة، ولأنه أعطى الفضل في الخلاص الوطني لتوازن قوة جديد مستقل عنه، ولكنه لم يجد في الإعلان عيبا فلفق تهما بأن هذا الإعلان طبخته إسرائيل، وأن هذا الإعلان لعمل شيء عسكري في الظاهر كده وهكذا. ثم تم في أديس أبابا إعلان نداء السودان الذي وسع جبهة العمل من أجل السلام والديمقراطية. ثم تحرك السيد تامو أمبكي اللي هو الوسيط الأفريقي، وأبرم مع كافة الأطراف السودانية بمن فيهم مندوبي 7+7 اتفاقات للحوار الوطني. هذه التطورات تبناها اجتماع مجلس الأمن والسلام الأفريقي في اجتماعه رقم 456، ودعا كافة الأطراف السودانية لاجتماع تمهيدي يعقد في أديس أبابا لوضع خريطة طريق للحوار الوطني الذي يبدأ في الخارج وينتهي إلى لقاء جامع في السودان. نحن ذهبنا أي كمعارضين تلبية للدعوة في أواخر مارس 2015، ولكن النظام بعد أن أعلن قبول الدعوة غاب. ليه؟ لماذا؟ للأسباب الآتية: كان النظام مندفعا في إجراء انتخابات أبريل 2015، وكان يتصور أنه سوف يحقق نصرا كبيرا يعزز موقفه التفاوضي. كذلك ألحق النظام نفسه بعاصفة الحزم وظن أن هذا سوف يعزز موقفه ويساعده على الخروج من الحصار المالي الذي يعاني منه. هكذا اختار النظام الاندفاع في مناورة جديدة، تصور أنها سوف تعزز موقفه ليحاور من مركز قوة، لذلك غاب عن هذا اللقاء في أديس أبابا. موقف قوى المستقبل الوطني المبدئي هو إذا مضى النظام نحو الانتخابات فلا خيار لهم إلا التخلي عن الحوار والتوجه نحو الإضراب العام فالانتفاضة. بكل المقاييس كانت الانتخابات فاشلة، وأظهرت النظام معزولا، وشهد على بطلانها أهم العناصر المكونة للأسرة الدولية. إذن النظام لم يستطع أن يستقوى بها كما توهم، بل رفعت روح قوى المستقبل الوطني وكل المعارضين المعنوية. وعاصفة الحزم لم تمضي كما توقع النظام، ومساهمته فيها لم تتم، وهي على أي حال تتجه الآن لوقف الحرب والعمل من أجل المصالحة برعاية دولية. ولكن مبادرة الحوار الثانية لحقت بالأولى في مقابر المبادرات. النقطة الأخيرة: بتفاهم مع النظام السوداني دعتني الخارجية الألمانية لجلسة استماع، وسئلت ما هي مكان إمكانية استئناف الحوار الوطني في السودان بعد الانتخابات. قلت لهم نحن لم نبحث هذا الأمر بعد، ولكنني أقترح عليكم إن شئتم الآتي. يعني أنا قلت لهم هناك تكوينات في السودان كثيرة جدا، قوى الإجماع، قوى الجبهة الثورية، قوى الغض، هذه كلها قوى سياسية سودانية. إذا كان هناك حوار ينبغي أن
تستجيب هي له. ولكنني أقترح عليكم الحكومة الألمانية الآتي، أقترح عليكم إذا كنتم تريدون أن تجد فكرة حوار جديد، مرحلة ثالثة من الحوار، إذا كنتم تريدون ذلك أقترح عليكم الآتي: مطالبة النظام بإجراء هامش جدية، يعمل هامش جدية، إعلان أشياء تفتح مجال لثقة، بإجراءات يتخذها من جانب واحد هي إطلاق سراح المعتقلين، كفالة الحريات العامة، وقف إطلاق النار، تسهيل مهمة الإغاثات الإنسانية. ده بند. البند الثاني: الدعوة لاجتماع مجلس الأمن والسلم الإفريقي لإجراء مراجعة للموقف واتخاذ قرار بإعادة الثقة في آلية السيد مبكي وتقويتها وتوسيع صلاحياتها. الموضوع الثالث: أن يعتمد المجلس، مجلس الأمن والسلم الأفريقي، إعلان مبادئ للحوار الوطني السوداني يتبنى هدف السلام العادل الشامل والتحول الديمقراطي الكامل. اعتبار القرار 2046 والاتفاقيات الثنائية السابقة قد تجاوزها الزمن، والدعوة للقاء جامع لأطراف السودان كلها كمؤتمر قومي دستوري لإبرام اتفاقية سلام عادل شامل وحكم ديمقراطي للبلاد. مكافأة السودانيين، ده كله يدخل في القرار، إذا حققوا ذلك بإيجاد معادلة للقيادة السودانية بموجب البند 16 من نظام روما للتوفيق بين العدالة الجنائية والعدالة الوقائية. وعد دولي بإعفاء الدين الخارجي السوداني وبرفع العقوبات الاقتصادية في حالة أن اتفق السودانيون، ورفع العقوبات واستئناف الدعم التنموي للسودان، على أن تكون هذه البنود جزءا من قرار مجلس أمن بعنوان السلام والحكم الراشد في السودان. أن ترفع هذه التوصيات من مجلس الأمن والسلم الأفريقي إلى مجلس الأمن لكي يتخذ بموجبها قرار مجلس أمن بعنوان السلام والحكم في السودان. أن الختام أقول: إذا استمر الوضع الراهن في السودان كما هو، فإن مستقبل السودان أن يتشظى، أن يتشظى، يتفتت، لأنه التنوع تحول إلى تحديات، تحول إلى مواجهات، تحول إلى ظروف فيها ما فيها من احتمالات التمزق في السودان. فإذا استمر الوضع الراهن في السودان كما هو الحال، مستقبل السودان التشظي للأسف. ولكن يدرأ هذا، يدرأ هذا التشظي والمصير القاتم انتفاضة مخططة، مش تكون مثل انتفاضات الربيع العربي اللي هي انتفاضات بتكمل، بتقوم بجزء من العملية وبتسيب العملية ناقصة. لا بد يكون، تكون انتفاضة كاملة. هي أصل مشكلة الثورة، كلمة ثورة بالمناسبة مترجمة غلط، لأنه هي فكرة ثورة دورة، أنك تغير وتبدل، تغير وتستبدل، مش بس مجرد أنك أنت تطرد الحاكم، وإنما إحلال بديل للحاكم. للأسف ثورات الربيع العربي اكتفت بالجزء الأول وتركت الجزء الثاني حصل فيه وما حصل في بلاد الربيع العربي. فإذا المطلوب انتفاضة مخططة تضع خريطة الطريق لإزالة النظام القائم واستبداله بالصورة التي يتفق عليها، تتفق عليها القوى السياسية السودانية. هذا ممكن، يعني يدرأ عنه، عن السودان هذا المصير القاتم، انتفاضة مخططة، أي تقودها قوى متحدة ملتزمة بميثاق يحدد الأهداف وخريطة الطريق، تجنبا لانتفاضة عفوية تكرر مفاجآت الربيع العربي. أو كوديسا جنوب أفريقيا، المؤتمر القومي الدستوري السوداني تبدأ خطواتها التمهيدية خارج السودان، ويعقد مؤتمرها التأسيسي الأخير داخل السودان في
ظل قرار مجلس أمن يضمن عدم التلاعب ورعاية دولية تضمن عدم المناورة. شكرا جزيلا.